المرضى النفسيين اللي بجد مش هم اللي بيروحوا للدكاترة، الضحايا بتوعهم هم اللي بيروحوا. الضحايا بتوعهم اللي كانوا في يوم من الأيام ناس بتحب الحياة، لحد ما قابلوا حد عنده مشاكل نفسية خلاهم يكرهوا عيشتهم ويملى نفسيتهم بالمرض. وده اللي حصل في حكاية رضوى، بطل القصة حقيقية النهاردة. كانت بنت اجتماعية طول الوقت، بتحب الضحك والهزار والناس بتحبها وبتشكر كمان في طريقة تفكيرها، لحد ما اتجوزت من إنسان طول الوقت عصبي، طول الوقت بيزعق على الفاضية وعلى المليانة في بيتها وقدام أهله وقصاد الناس في الشارع. هي وصفته بأنه توكسيك، رغم أنها ما عداش على جوازها غير سنة ونص، خلفوا فيها طفل. بس رضوى بقت بتفكر دلوقتي في الانتحار، كرهت حياتها وظروفها النفسية مش سامحة أنها تروح لدكتور نفسي. ولما قالت لأهلها أنها عايزة تتطلق قالوا لها اصبري عشان الطفل اللي ملوش أي ذنب، وإحنا هنقرص لك ودنه.